كده صباح كل حاجه حلوه على صباح البلد. معانا دلوقتي مع الفقره الرياضيه مع كوتش حسام. صباح الفل، ايه الاخبار؟ صباح الجمال يا فرحه. طب احنا قاعدين بس مش قاعدين مريحين، يعني احنا قاعدين عايزين بقى نتمرن. احنا كده بنريح فعلا، ده حقيقي. صباح الفل عليكم. النهارده اللي عرفته منك ان احنا هنتكلم او هنعمل تمارين لكبار السن. ده حقيقي. اوكي. هي فعلا من اهم الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، يعني مختلف الاعمار اللي موجوده عندنا، بس كبار السن احنا ما بنعملهمش تمارين كتيره، مع ان هي من اهم الاعمار اللي محتاجه للتمرين. في السن دوت بيبقى فيه اعراض كتيره جدا مع تقدم العمر، ان هم من ضمنها ان هم مثلا ما بيعرفوش يناموا بانتظام. ناس كتيره بتشتكي من دوت ومش عارفين ان دوت ليه علاقه اصلا بالرياضه. الفكره ان احنا من اهم فوائد التمارين الصباحيه ان احنا بنعملها الصبح هي تنظيم النوم، عن طريق تنظيم طبعا الدوره الدمويه بتاعه الجسم من خلال التمارين. جميل. فتلاقي الواحد بينام بطريقه منتظمه، يعني هو النوم الاريح هو اللي ما فيهوش قلق، اللي بتقومش كل شويه وانت نايم دوت، فالنوم بانتظام ده هو اللي بيدي الجسم الريكفري والراحه اللي هو محتاجها. حلو. فالتمارين اللي احنا هنعملها النهارده يعملوها الصبح عشان يساعد على النوم بانتظام. اوكي. فهنعمل تمارين بسيطه جدا نقدر نعملها لحد يعني من فوق ال 50 سنه يقدروا يعملوا التمارين ديت، وهتبقى سهله عليهم جدا. فاول تمرين هنعمله واحنا قاعدين، كل الناس واعتقد الناس اللي اقل من 50 واللي اقل من 30 هيحبوا يعملوا التمارين وهم قاعدين. فاحنا هنعمل اول تمرين على الكرسي عادي، وهنحاول ان احنا نعمل ايه بقى جسمنا بقى ايه. تمام. يبقى مفروض ظهرنا مفروض، بطننا مشدوده، دي كلها حاجات يا جماعه ثابته في كل التمارين. بالزبط. حياتنا كلها، مش كل التمارين، في حياتنا واحنا قاعدين بنذاكر واحنا بنتفرج على التلفزيون واحنا بنعمل كل حاجه. صح. فاول حاجه هنحاول انها ظهرنا مفروض، هنقعد على الكرسي، اللي هيقدر يرفع رجلين الاثنين هيرفعهم كده، وهنحاول نعمل كاننا بنعمل اللي هو البدال يعني. اوكي. 1 2 التمرين ده بيساعد في ايه يا كوتش؟ 3 بيشغل اكتر حاجه عضلات الكور، عضلات البطن من اهم التمارين، طبعا بيشغل العضلات الاماميه اللي بالرجلين كمان. بس انا هعمل ان انا بزق بكعب رجلي. 5 ثواني كمان. 4 3 2 هايل يا فرح. بحاول ان انا اشد بطني قوي، اللي مش عارف يعمل برجلين الاثنين ممكن يبدا برجل واحده. 1 اوكي ده اسهل. 2 3. يعني دايما ننصح four. الناس انهم يبداوا بالتمارين السهله الاول بعد ما نخلص. مظبوط. نخلص ديت، التدرج اهم حاجه، نبدا الثانيه. 2 3 4 5. التمرين دوت مهم قوي، لو نقدر نعمله كل يوم هيساعد جدا ان احنا ظهرنا يبقى مطلوب، بطني تبقى مشدوده على طول. في تمرين تاني، وفي ميزه تانيه للتمارين بتاعت الصح، الموبيليتي، او ان انا في السن الكبير اقدر ابقى بعمل ابقى فانكشنال اكتر، او ابدا اتحرك حركات بالمدى الحركي. بالظبط. تبقى الحركه تبقى سهله شويه. يلا بينا نتعب بقى شويه. يلا بينا. قعدنا كتير. ايوه. في تمرين هنحاول نعمله باذن الله كلنا نقدر نعمله، هنجرب بخطوات بسيطه جدا. هاخد رجلي اليمين خطوه لقدام، وهحاول ان انا انزل المس رجليا بايديا الاثنين. بطني ركبتي. ركبتي متنيه ثانيه صغيره. ثانيه صغيره. اوكي. وبقوم تاني رجليا الثانيه جنبها، وبعد كده اخد الشمال. الخطوه قد ايه والمس تبقى... على قد ما اقدر ان انا باخد يعني اوسع خطوه عندي. اوكي. عشان برضو التوازن. واطلع تاني. هعمل الخطوات ديت، هحاول ان انا اخد 10 خطوات. انا لما قدام مش عايز اعملها لورا برضو عشان التوازن. اكيد. الحاجات ديت بتزود عنصر التوازن عند كبار السن. اهم حاجه ظهرك يبقى مفرود. انا وانا هنا انا ظهري مفرود. انا نازل المس رجلي هنا. بلمس رجلي وبطلع وظهري مفرود تاني. هتفرق معاهم قوي قوي، وهتزود النشاط والحيويه بتاعتنا الصبح كده، واغلب الناس هيقدروا يعملوها، اللي مش هيقدروا يعملوها يقدروا يتنوا ركبتهم اكتر، اللي مش هيقدروا يوصلوا لرجليهم يقدروا يلمسوا ركبتهم ويطلعوا ياخدوا الخطوه اللي بعدها يلمسوا ركبتهم ويطلعوا، وستيب باي ستيب شويه بشويه هتلاقيهم بداوا يلمسوا. يعني هي اهم حاجه ما نصعبهاش على نفسنا، يعني اذا مش قادرين نوصل لاخر نقطه ممكن نخليها اسهل شويه. بالظبط. يلا نعمل بقى. احسن ما نعملش حاجه خالص يعني. ده حقيقي. بيتر ذان نف. ده حقيقي. يس. طيب هنعمل بقى تمرين ايه؟ واحنا قاعدين برضه عشان شكلكم مبسوطين قوي من التمرين واحنا قاعدين دي. وفرح بالعافيه بتحب تريح من الحاجات دي. هننام على جنبنا هنا، هنسند ايدينا هنا. لو حد من كبار السن عندهم مشكله في فقاعهم يقدروا يحطوا مخده او يحطوا حاجه يسندوا عليها. جسمنا كله على الارض. جسمنا كله مفروض ووسطي ان لاين في نفس الخط مع بعض، وبحاول ان انا ارفع رجل. 2 3
برفعها قد ايه ولا عادي؟ أربعة على أعلى حاجة أقدر أعمل. خمسة ستة. والتمرين ده بيفيد في إيه؟ سبعة ثمانية. عضلات الرجلين كلها بتشتغل. العضلة الأوتر تايز أو العضلة اللي هي مش الضمة العكسة الخارجية مهمة جدا، والعضلة بتاعت الجلوتس. تمام. هنعمل الناحية التانية. الناحية التانية برضو تمن عدات. جو 1 2 3. ظهرك مفروض يا كوتش. أيوة روح. 5 6 7 and 8. هنعمل دلوقتي بقى من الاسترتشات تمرين برضه احنا قاعدين. احنا النهارده واحنا قاعدين ماشي. من الاسترتشات اللي فعلا ناس كتير قوي بتحبها، وهي من اهم الاسترتشات اللي موجوده، وحاجه فاني كده ولذيذه وخفيفه على الناس. هنعمل تمرين اسمه سي تم ريتش، او ان احنا محاوله الوصول لاقصى مسافه يعني. فهنبقى ظهرنا مفرود قوي، بطننا مسدوده قوي، وهحاول ان انا المس بايدي اليمين اطول مسافه او ابعد نقطه في رجلي الشمال. في رجلي الشمال 1 وهرجع تاني. الايد الثانيه فتحه الرجل قد ايه يا كوتش؟ نفس المسافه على مثلا الحوض بتاعي. اوكي 2 وانا بحاول اوصل تمني. ظهري برضو يبقى مفرود مظبوط، وهحاول قوي ان انا ركبتي تبقى مفروده. مش عايز ركبتي متنيه. بس لو في الاول كملي يا فرحة، ما تكسليش. لا انا معاك اهو، انا معاك اهو. لو ما عرفتش اعملها وانا ركبتي المفروض، هحاول افردها على قد ما اقدر. مش معناه ان التمرين بيتعمل غلط، ده معناها ان انت لسه العضله عندك بتطول اكتر. العضله الخلفيه. طيب لو ما يعني واحنا شغالين هنا الموضوع ممكن يبقى ايه؟ يبقى صعب شويه. صح. يعني فاحنا بنحاول ان احنا ايه نسهلها شويه، فممكن نعمل ايه؟ ايه رايك يا فرحة؟ زي ما قلنا اعتقد ان احنا لو مش قادر اوصل لاخر النقطه على قد ما اقدر، حتى لو كانت هنا يعني. صح. أيوة. مظبوط. هي زي ما فرح قالت كده، هو احنا بنحاول ان احنا ننافس نفسنا شويه يعني. ممكن نبدا نحاول نوصل لاطول نقطه نقدر نجيبها. فالنهارده عرفت ان انا اشتغل لحد ما وصلت لحد رجلي، هقعد اعمل الاسترتش دوت. كل سنتي بيزيد عندي في المسافه بتاعتي تطور للعضلات بتاعتي، والاطاله بتاعت عضلات ظهري وعضلات رجلي الخلفيه كبيره جدا، لحد ما اقدر اوصل لمشط رجل. اعتقد احنا اكيد هنلاحظ الفرق يعني يوميا، اكيد هيبقى في فرق يعني ماكسيم كل اسبوع هتلاقي مسافه. في ناس اصلا بتحط علامه على رجلها عشان يعرفوا هم وصلوا، يعرفوا هم اتطوروا ازاي. جميل. فدي من الحاجات اللي اعتقد كتير ممكن تحطوا خطوط على الارض وتحاولوا توصلوا لها. هنا دي طريقه برضو دي مختلفة. طريقه ثانيه. انا مش عايزين تعملوا علامات على رجليكم يعني. صح. حلو قوي. شكرا.